كيف الحال؟ شاكوش تمام، معكم ابراهيم صفوري من قناة ابروفلوكس. اليوم اجنا لكم فيديو جديد ورهيب بنفس الوقت. طبعا قبل شي 5 ايام اسبوع تقريبا 3 ايام والله ما بعرف، شركة ابل شو صنعت 2 موبايل جديد وساعة. اوكي، ف اول تليفون شو اسمه ايفون اكس. له 3 الوان، له 1 فضي، 1 ذهبي، واظن يا ما 1 اسود. اوكي، هدول 3 الوان. اوكي، وبعدين عملوا ايفون 8. اوكي، ايفون 8 هو نفس ال 7. شوفوا هيو، هاي ال بلس وهاي ال 7. شفتوا؟ اوكي، هذا هو الاشي. تاني اشي واللي هو زي ما حكيت لكم ايفون اكس، هيو ايفون اكس، يعني اشي خطير والله. ايفون 7 ايفون 8 في منه اظن اسود، نفس ال 7 يعني تقريبا هيك. بس شو ال 8 عنده وايرلس، يعني شحن وايرلس. اوكي، وبعدين عملوا ساعه اظن 3، كان في 2 1، وهلا 3 اي ووتش 3 تقريبا انا مش متاكد. اوكي، وطبعا يا جماعة تقريبا هلا وصلت 85 تقريبا، فالله يسعدكم. الفيديو اللي قبل كنت موصل 55، وانت اليوم طبعا مستغربين ليش لابس الاواعي هاي، واصلا قبل شوي كنت عامل لكم على الفيديو اللي قبل انه الثومبنيل تاعه كان 55، لانه حبيت اغير وغيرت تاعت نهاية العالم، وان شاء الله هذا حيكون اشي خطير. ماشي، ف وزي ما حكيت لكم شفتوا يعني ايفون اكس، يعني هلا بالله بدك تحكي لي يعني بس عشان ايفون اكس؟ زي ما حكيت لكم، ولا تنسوا تعطونا سبسكرايب واللايك وشو الشير. اوكي، كان معكم ابروفلوكس. يعني اليوم مش كتير، ما حكيت لكم كتير هذا. وبعدين اذا حابين تعرفوا السعر هو 1000 دولار، وبعدين 600 دينار كويتي، و 5500 تركي، وتقريبا هيك اشي يمكن 3000 سعودي، والله بالالاف سعودي، بس مش عارف صراحة. حشيك لكم بالمونتاج واكتب لكم اياهم. اوكي، وكان معاكم ابروفلوكس من قناة ابروفلوكس. شوفكم بس جاي، سلام.